يعطيكم العافية. صراحة نبلش بشرح البارت الثاني من تشابتر 5. راح يكون هذا البارت عبارة عن حل أسئلة. تشابتر 5 تكملته سهلة إن شاء الله وأسئلته سهلة. في بعض الأفكار راح نناقشهم ونبلش حل. طيب نيجي أول إكزامبل. قال لي using the column critical stress values in table 24، يعني قال لك حل باستعمال التابل 24. أوجد الـ 5 PCN إذا الحديد 50، فأنا للشكل اي فيجر لهذا الفيجر. هذا الفيجر بقول لي كولم عباره عن فيكست وبين. اول شكل فيكست وبين كي بتساوي 0.65 او 0.8. ثاني شغله دبليو 1272، شو بعمل فيه المدار؟ طلع اريا جروس، طلع الار اكس، طلع الار واي. تمام، هاي اول شغله ما بجيبهم، هاي المعطيات كامله. والدي ليش الدي؟ هسه بقول لكم ليش الدي، وبطلع الديبث. تمام، وطلع بي فلانج، وطلع الثيكنس، وطلع الكي، وطلع التي. طب ليش هتقعد تطلعهم كلهم؟ طيب ليش نطلعهم؟ هاي ليش يسوون؟ انت هسه ممكن زي الشطور شو تروح تعمل؟ تقول تيبل 422 الحديد 50، تروح على تيبل 22 حديد 50، هاي حديد 50 كي ال اوفر ار، اروح احكي مباشره كي 0.8 ال 15 ضرب 12 على الار الاقل، تجيب ار الاقل وينها 3.04، تطلع معك خلينا نحسبها شوي 0.8 ضرب 15 ضرب 12 بيطلع عندي 47.3. بتروح على تيبل 22 تحكي والله هاي 47 هاي 48، بعمل انتربوليشن، هاي حديد 50 هاي ال ار بي، بتطلع تقريبا مثلا 38.1 مثلا. انا شو بقول لك هون؟ حلك صفر. ليش؟ لانه هذا الحكي تستعمله اذا عندك فلكستر باك لينك. طب واذا عندك لوكال باك لينك؟ قلنا ما اخذناه لسه. عشان هيك اول شغله بتفحص اذا عندك لوكال باك لينك ولا فلكستر باك لينك. لوكال باك لينك والفلكستر باك لينك شو بتعمل؟ بتروح قال لك دبليو سكشن، قال لك دبليو سكشن اعطاك معلومات ثانيه في بليت او شيء؟ لا، بتروح على الستيفند اند انستيفند دبليو سكشن، بتروح على انستيفند الغير مربوط عندك. هاي الفلانج احنا بناخذ الاليمنت هاف الاليمنت من سنتر الويب وامشي. يعني عندك البي على الثيكنس ريشيو، البي شو بدها تكون؟ نص البي فلانج. هاي شو خلينا نرسم السكشن زي هيك ماشي. عندك هاي بي فلانج، بس احنا ليش اللي بناخذه؟ بناخذه من هون لهون، هو هذا الطول. تمام، هذا شو بده يكون عندك؟ بي فلانج على 2 ماشي، والثيكنس اللي هي ثيكنس الفلانج. فروح بمسك بي فلانج على 2 والثيكنس على فلانج بقسمها مع بعض، بقارنها مع حرف الاي 29000 والاف واي اللي اعطاني اياها 50، بقارنهم مع بعض. خلينا نجمع بعض بالاكزامبل. هاي طلع 12 على 2 على ثيكنس الفلانج، هاي ثيكنس الفلانج طلعت معها 8.96. قارنها مع الجزء الثاني طلعت 13، 8 اقل من 13 معناته ما عندي ايش؟ ما عندي فلكستر، ما عندي لوكال باكلينج بالفلانج. بس لسه بدي افحص الويب. تروح على الويب، الويب هي ستيفند اليمنت، ستيفند هاي الستيفند، هاي حالة الويب، هو رولد سكشن. فبروح الاتش، الاتش هي عبارة من نهاية التقعر، نهاية التقعر اللي هي بتكون عبارة عن الدي ناقص 2 كي. فبتروح على المانيوال بتجيب الدي والكي، بتروحهم من بعض تقسمها على ثيكنس الويب، هاي دي ناقص 2 كي على تي ويب، طلعت معي 22.7. قارنتها مع هذا الاشي، هذا الاشي من الجدول، جدول كل عنصر بفحصه بيختلف عن الثاني كم، 35 اقل، معناته الويب كمان انستيفنت، معناته شو هذا؟ فلكسر باك لينك. هسه برجع على التيبل، برجع على التيبل، في عندي هذا كي ال على ار واي وعندي كي ال على ار اكس، باخذ مين؟ باخذ الاقل. قبل شوي حسبنا هاي طلعت معي 47.37. نروح نعمل انتربوليشن، هي نروح الجدول نعمل مع بعض. هذا تيبل، هذا 47 وينها؟ هيها، وهاي 48 هيها. بحكي الانتربوليشن شو بقول لك؟ وهي القيمة اللي بالنص اكس. الانتربوليشن كيف تعمله؟ بتحكي يا بتروح على جوجل يا بتحلو يدوي. كيف تحلو يدوي؟ بحكي 38.6 او هاي ايش القيمة؟ 38. بحكي 38
أقول لك بومن أنا بحب هاي 38.3 ناقص x على 38.3 ناقص 38 يعني هذا ناقص اللي بالنص بعدين هذا على هذا ناقص الكلي بيساوي 38.3 إيش هي عبارة عن إيش 47 بطرح منها قيمة ال x اللي هي أنا اللي أنا طلعتها 47.37 على 47 ناقص 38 هي صورتها إيش 48 بطلع قيمة x بطلع هاي ال fi cr حل على آلة حاسبة بطلع معك الفاي سي ار 38.19 شو بتعمل تضربه بالاريا جروس للشكل بطلع معك 805.8 هذا ايش هذا الفرع الاول الفرع الثاني عيد البروبلم باستعمال تيبل 4.1 تيبل 4.1 هسه مين عند الكي ال اوفر ار اقل هي الواي معناته بقدر استعمل 4.1 غير هيك ما بقدر استعمل هاي 4.1 الدبليو هو الدبليو سكشن 12 بتروح على دبليو 12 هاي دبليو 12 الدبليو 12 بايش 72 هاي دبليو 12 ب 72 كم الكي ال ال 15 قلنا والكي 0.8 صح تضرب 15 ب 0.8 ايوه 15 ب 0.8 كم 12 بتروح على 12 هاي 12 بتروح لحد ما فيش الحديد كم عندي 50 كي اس اي هاي 12 وهاي ال ار اف دي الجواب كم 807 قال شو طلع معي انا كم 805.5 كانه 0.8 ف 807 805.8 قريبات من بعض والحاله الثالثه بقول لك استعمل المعادلات استعمل المعادلات بكل بساطه عندك الكي ال اوفر ار اللي بتعطيني اكبر هي الواي يعني الار هي الار واي هي الاقل بطلع الاويلر باكلينج بطلع بعدين المعادله اللي بقارنها بتطلع معي اكبر فلما تطلع اكبر بستعمل هاي المعادله بعدين طلعت انا ال FCR بضربها ب 0.9 بعدين بضربها بالاريا جروس بيطلع معي 805.8 فهذا السؤال انا حليته ثلاث مرات ثلاث طرق فاهمين الفكره الفكره انه انا بستعمل معادلات الديزاين اللي حكيتهم بالفيديو السابق بطبقها مباشره بس طريقه الحل عندي ثلاث طرق يا جدولين يا معادلات واحد منهم بطلع لي الفاي FCR واحد منهم بطلع لي الفاي بي ان جاهزه واحد منهم بطل واحد المعادلات بطلع لي الاف سي ار لحالها بتعتمد على المقارنه تمام السؤال الثاني بيقول لي ان اتش اس اس 16 ب 16 يعني سكوير هاي اتش اس اس سكوير تمام او بروح على المانيو ولا بجيبه الاف واي له 46 فانا لما اطبق هذا الجدول على هذا الجدول بروح على حديد 46 في عندي حديد 46 للاتش اس اس تيبل 22 في حديد 46 فبقدر استعمله فشو ضل علي اول شيء افحص الستيفند او انستيفند ثاني شيء كي ال اوفر ار وبفحص مباشره فبقول لك حل السؤال مره باستعمال 4.4 مره باستعمال المعادلات طيب حكى لي باستعمال تيبل 22 لا فما في داعي بس اذا اعطاني حديد مناسب وكل شيء مناسب اقدر استعمل تيبل 4.22 ليش ما استعمل تمام ان اتش اس 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 قلنا البي مش هي الويث على الثيكنس ريشيو البي شو بتكون هو عباره عن مربع هاي مربع فايش بتكون البي بتكون اللي بالنص هاي ناقص 2 ثيكنس ناقص 2 ثيكنس بقارنها مع هذا الاشي هذا الاشي 1.4 في جذر الاي على اف واي اللي هي هيها اللي هو ستيفند مربوط من كل اماكن ال اتش اس اس انه هو شكل بحد ذاته مغلق ومربوط بقارنها مع هاي تمام وينها بس هيها قارنتها طلع معي كله نو سلندر يعني ما في لوكال باكلينك هس لأنه مربع الكي ال على ار اكس نفسها كي ال على ار واي وقال لي ايش سمبل انت سبورت سمبل انت سبورت يعني بين يعني الكي بتساوي واحد فطلعتها طلعت معي كم وقارنت باستعمال معادلات طلعت معي كذا باستعمال تيبل 4.4 مباشرة الكي ال ال عندي كم طولها 18 فيت بتروح على 18 وبتروح على ال اتش اس اس عندي 16 ب 16 حكى لي هاي 16 ب 16 بتروح على الطول 18 فيت
الثيكنس إله نص هي 1080 تمام، وكونه KL نفسها الـ RY نفسها الـ RX فبقدر استعمل التيبل تطلع معي 1080 هي. وإذا على تيبل 422 نفس الفكرة، طلع KL على R معك الحديد 50 46 قال لك كأنه تعمل انتربوليشن تضرب بالاريا جروس امورك بتمشي. هسا هذا الحكي كلياته كان اذا كان عندي السكشن يعني سهل حسابه، بس اذا كان عندي السكشن مربوط باكثر من شغله زي هذا، هذا كيف بدي احله؟ هذا بدي اضطر اطلع ار اكس وار واي جديد. بتتذكروا سؤال الديزاين بشابتر 4 مكان اعطاك سي سكشن وتو بليتس فوق او في بليت بدي اصممها، راح تقول لي فانا هذا الاشي راح اعمل مثله، تطلع سنترويد وتطلع الار اكس والار واي. بس صدقا للامانه شابتر 4 كنت موضوع السنترويد ما شرحته بالتفصيل، ان شاء الله بهذا الفيديو راح اشرح موضوع كيف اطلع السنترويد شو مكان الشكل. تمام، هذا السؤال انا بدي اعلمك كيف تطلع سنترويد قبل ما تحل، قبل ما نقرا السؤال. عندك هذا السؤال بتطلع اي اكس واي واي مشان اطلع الار اكس والار واي. اول خطوه بدي اطلع السنترويد، بنعرف انه انا في عندي سنترويد نقطه بمكان معين ما بعرف وينها، وفي عندي قاطع مع محور Y قاطع مع محور X، نقطة طلقاتهم هي السنترويد. تمام، فمنلاحظ انه هذول السي هذول دبل سي صح، دبل سي نفس المقدار، يعني سي واحدة او ام سي هون سماها نفس المقدار او نفس السكشن، معناته يعني المسافة بينهم على Y يعني هاي 12، فالمسافة راح تكون بالنص يعني سنترهم بالنص. ليش سنترهم بالنص؟ لانه نفس السكشن، وعندك هاي بليت مربعة فسنترها برضو بالنص، وهاي المسافة طالعة من هون، معناته هذا الشكل متماثل على الواي، هذا الشكل تقدر تقول متماثل على الواي، يعني سنتره بالنص، سنتره بالنص، يعني هاي المسافة 6، هاي المسافة 6، مش السنتر يعني 6 يعني بالنص بالنسبة للسيات، بس بالنسبة للبليت لا، بس بالنسبة للبليت هاي 10 وهاي 10، ما أقول لك البليت نص ب20، بس بالنسبة لمحور إكس بالنسبة لمحور X هون هو مش على سنتر الـ X هاي، وهذا راح سنترهم متساوي يعني مش بالنص، راح يكون شوي مرتفع للبليت، يعني السنترود مش راح يكون يعني إذا هاي يعني إذا هاي ما في بليت عندي، إذا ما عندي أنا بليت هون هاي مش موجودة، ف وهاي الثيكنس لها نص، يعني هاي المسافة من هون لهون 18، بقول لك السنترود هو على 9، السنترود مباشرة راح أقول لك 9. بس هون في عندي بليت، البليت هاي راح تأثر لي على السنترويد بشكل كبير، راح ترفع السنترويد لفوق، فلما رفع السنترويد لفوق فرضه هون هو هذا الإكس بار وهذا الواي بار. فهسا شو بدي أعمل؟ بدي أطلع أنا السنترويد، كيف بدي أطلع هاي المسافة؟ هاي المسافة بنعرف دائما قانون السنترويد على إكس، يعني لو أنا بدي أطلع المسافة الأفقية، هسا إحنا قلنا خلص هاي المسافة نفسها هاي، يعني بالنص ما يعني خلص ما في عندي مشكلة فيها. بس بالنسبة فهي شو قانونها؟ مجموع الاريا في الاكس بار على مجموع الاريا. كيف يعني؟ مجموع الاريا يعني مساحة كل شكل في سنترو زائد مجموع مساحة كل شكل في سنترو زائد مساحة كل شكل في سنترو ومجموع على مساحة الشكل الكلي. الواي بار شو بده يكون؟ مجموع الاريا في الواي بار على مجموع الاريا، يعني مساحة السي هاي في سنترها زائد مساحة السي هاي في سنترها زائد مساحة البليت في سنترها على المساحة الكلية، اللي هي مساحة السنتر مساحة السي هاي والسي هاي والبليت، بطلعهم بطلع قيمة واي بار. طيب يلا نيجي مع بعض، واي بار كيف بدي اطلع؟ مساحة البليت الأولى كان نص في 20، نص في 20 10، وين سنترها؟ بس أنا بفرض نقطة مرجع بفرضها هاي، وين سنترها هاي؟ سنترها بالربع، هاي نص صح؟ وين سنترها؟ ربع، بضربها بربع، بدي زيد عليها. هسا الاريا جروس، الاريا جروس لمين؟ للسي، للسي وينها هي 12.6 في سنترها، كم سنترها؟ قال لك 9.5. كيف 9.5؟ كيف 9.5؟ حكيت لك انا قبل شوي لو كان عندي الشكل زي هيك بس بالمربع هذا ماشي، حكيت لك هاي قديش راح يكون سنتره هذا، حكيت لك سنتره 9 صح، يعني هاي مسافة 9 وهي مسافة 9، ف
وين سنتر السيات فعليا؟ على 9، بس بروح اضربه ب 9 12.6 في 2 لانهم متساويات، روح اضرب 9 بقول لك غلط، ليش بدي اضربه بشيء ثاني؟ لانه انا بحسب على المرجع هذا، فالمسافه بين سنتر الشكل سنتر السيات وهاي كم؟ 9.5 على مجموع الاريا، كم مجموع الاريا؟ 10 زائد 12.6 في 2 اللي هي 12.6 و 12.6 12.6 ضرب 2، هيك انا طلعت الواي بار. هذا ستاتيك، هذا ستاتيك في قناة اليوتيوب، تقدر تفوت على ستاتيك 2020 تحضر شابتر 9 و10، هذا الشرح موجود بالتفصيل لأي شكل بالحياة مش بس لسكاشن زي هيك. فأنا إيش هون عملت؟ طلعت سنتر الشكل كامل، سنتر هون، بس هذا الشيء بإيش بيفيدني؟ مشان المومنت أوف إنيرشيا، مشان المومنت أوف إنيرشيا، تمام. هسا المومنت أوف إنيرشيا حكينا هذا محور واي وهذا محور إكس. الآي إكس، آي إكس يعني المومنت، يعني هذا x وهذا y، المومنت بلف هيك، فأنا المومنت بلف هيك يعني المسافة موازية للمومنت هاي هي اللي بتتكعب. شو يعني هاي اللي بتتكعب؟ لأنه عندك هذا مستطيل، عندك طوله 20 وارتفاعه نص، فأنا إيش بكعب؟ بكعب النص، ليش؟ لأنه المسافة موازية لـ y، فالآي إكس بدها تكون b اتش تقريبا 12، ليش b اتش تقريبا 12؟ لأنه هاي البلايت مستطيل، الـ b اللي هي 20 والـ h اللي هي نص تكعيب 12. طيب بزيد اشي ولا لا؟ بدك تزيد اشي، ليش؟ نظرية المحاور المتوازية بتقول لك بتزيد المسافة بين سنتر الشكل والشكل كامل، فتزيد عليه اي دي تربيع، كم الاريا له؟ 10. كم المسافة دي؟ المسافة بين هذا السنتر وهذا السنتر، هاي المسافة كم؟ هاي المسافة كم اللي هي الواي بار، بس بتطرح منها ربع، تطرح منها ربع، واي بار ناقص ربع، ليش ربع؟ اللي هي نص النص، لأنه سنترها نص، هاي كل تربيع. طب هاي الإنرشيا لمين؟ للبليت. طب كم الإنرشيا للسيات؟ الإنرشيا للسيات هي عبارة عن زائد 2C، يعني 2IX للسي، الآي إكس هاي من وين للسي؟ من المانيوال، بدي أزيد عليها AD تربيع. شو الAD تربيع؟ اللي هي عبارة عن الأريا، الأريا اللي هي 2 أريا سي، area gross للسي من المانيوال، او انه هاي بعملها زي هيك، زائد اي دي تربيع، مضروبه بدي تربيع، ايش الدي؟ اللي هي المسافه بين سنتر السيات وسنتر الشكل كامل. كم المسافه بين سنتر السيات؟ سنتر السيات احنا قلنا وين؟ هون صح؟ سنتر السيات على مسافة 9 من هون و 9.5 من هون، فكم المسافة بينهم؟ 9.5 ناقص واي بار، عامل زي هيك والله، 9.5 ناقص واي بار، تمام؟ 9.5 ناقص واي بار. فهيو المومنت اوف انرشيا حول الاكس بدها تكون عندي 2 في المومنت اوف انرشيا للسي من المانيوال، زائد 2 في الاريا جروس في المسافة بين سنتر السيات وسنتر الشكل كامل. سنتر السيات قلنا هو عبارة موجود هاي السيات سنترها هون، وهذا المرجع، وهذا سنتر الشكل كامل. ايش باخذ؟ باخذ المسافة هاي، المسافة هاي هي الدي تربيع. كم هي المسافة؟ بتكون السنتر تبعهم 9.5، تطرح منه الواي بار، بعدين بتزيد عليها ثيكنس البليت، مساحة البليت هي 1.12 بإيش تقريب؟ واحد. هيك أنا إيش طلعت؟ طلعت الآي إكس، هسا طلع الآي واي، الآي واي شو بدها تساوي؟ عندك هاي الواي، تمام، الواي، هسا البليت هي بالنص جاية، فمباشرة بتحكي المومنت كيف بلف هيك؟ فبدي أكعب إيش؟ بدي أكعب الطول الـ 20، فبدي أحكي 20 تقريب ضرب نص على 12. هيها في زائد اي دي تربيع؟ لا، ليش؟ لانه سنترها على سنتر الشكل كامل. بس هسه ايش هذول الاي واي بالنسبه للسي؟ شو بده يكون؟ 2 في اي واي كم؟ 2 في 14.3 زائد 2 اي دي تربيع الاريا جروس. طيب شو الدي؟ الدي وين سنتر السي؟ هاي سنتر السي من هون، وهاي سنتر السي هاي، فايش باخذ؟ باخذ المسافه بين هاي وهاي. هاي المسافة شو بتكون؟ عبارة عن ايش؟ اذا هاي 12 يعني هاي 6،
6 زائد السنترويد، كم السنترويدات بتجيبهم من المانيوال؟ قال لك هو عباره عن 0.877، ف 6 زائد 0.877 بطلع قيمه المومنت اوف انرشيا لواتي. فهيك انا ايش طلعت؟ طلعت الاي اكس، طلعت الاي واي، فمن خلاله بطلع ار اكس، طلع من خلاله ار واي، وبتاخذ مين؟ الكي ال اوفر ار للاكبر، هيو الار اكس 6.99، ار واي 6.64، مين الاقل؟ ار واي. فانا هون بقدر استعمل تيبل 4.1 لانه الكي ال على ار واي هي الافضل، وبقدر استعمل تيبل 4.22، وبقدر استعمل المعادلات، بقدر استعمل المعادلات. بس هون ايش قال لك؟ قال لك استعمل الحل العادي انه التيبل 22، ونفس الفكره بتعمل انتربوليشن وبتحل، هاي 34.3 روا، بتعمل انتربوليشن هون، بتقدر على المعادلات تحل باكلينج لود امورك بتمشي. عشان السنترويد بتمنى انه الكل فهم، السنترويد بطلعه من قانون مجموع كل مساحه كل شكل في سنتره عن مرجع معين، بفرض المرجع يا هون يا بفرض المرجع هون. بخصوص السيات هذول سنترهم وين؟ سنترهم لو بفرض انه مربع عندي زي هيك، فسنترهم بنص المربع. تمام، بدي اعطيكم مثال ثاني من عندي، خلينا بس نوقف الفيديو. تمام، في عندي سؤال من شابتر 4، خلينا نحله مع بعض. هذا السؤال لو بدي اطلع انا كيف السنترويد، شو بقول لك انت شو بتعمل؟ بدي اطلع سنترويد السيات، سنترويد السيات وين هو؟ سو معطيني المسافه، هاي يحتاج وهاي يحتاج، فهاي السنترويد لها وين؟ عندك زي هيك. تمام، من بس باخذ مساحه السي يعني السيات، بفرض اوريجن عندي، بفرض الارض مثلا، هذا الارض هذا هو الاوريجن، ف سنتر السيات بدي ارسمه بالاسود هيو هون. تمام، سنتر السيات هو عباره من هون لهون، كم هاي المسافه بتكون؟ اذا هاي كامله 11، اذا هاي كامله 11 شيل منها نص من هون، شيل منها نص من هون، هذا 10. وين سنتر يعني؟ يعني هاي المسافه كم؟ 5. بس في عندي البليت من النص، انا باخذ السنتر عن الارض، فكم السنتر كامل؟ فكم كامل يكون؟ 5.5. ليش 5.5؟ لانه انا عندي المربع كامل ارتفاعه 10، سنتره 5، وعندي انا باخذ عن الارض، فهاي المسافه كامله 5.5. طب بالنسبه لار واي، الار واي هي اذا هي كامله 11، فتلقائي هاي وهاي البليت، فإذا هاي يحتاج يكون برضو سنترها 5.5. تمام، تمام. هسه مشان أحسب المومنت اوف انرشيا، يعني هون السنترويد، السنترويد مش زي الشكل هذاك، يعني لو كان عندي بليت واحدة بحسب سنترويد، بحكي واي بار واكس بار وبحل، إنه بساوي مجموع البليت مثلا في السي وهيك. هسه بخصوص بدي أحسب الإيش؟ اكس و... هاي الإكس وهاي الواي، بدي أحسب المومنت اوف انرشيا، يلا معي، بدي أحسب أي إكس. أي إكس شو بدها تساوي؟ الاثنين في الاي اكس للسي من المانيوال. بدي احكي زائد اي دي تربيع؟ لا، ليش؟ لانه سنتر السيات هيو عند المربع، وسنتر الشكل كامل برضه بالسنتر نفسه 5.5، فدي زيرو. بس هسه شو بحكي؟ زائد مساحه تو بليت، او هسه تو بليت هم الشكل زي المتماثل، فالمسافه من هون لهون هي نفس المسافه من هون لهون، زائد تو اريا للبليت، او مش زائد تو اريا بليت، زائد اي 2i للبليت، i للبليت. طيب قديش i للبليت؟ عبارة عن أنا بحسب المومنت وين؟ حول x، يعني المومنت زي هيك، فبكعب الارتفاع، بحكي 2 في 11 ضرب نص تكعيب كامل على 12. بس بوقف، لا بكمل، بحكي a d تربيع 2 في 5.5 اللي هي المساحة 5.5 في ايش؟ المسافة بين سنتر الشكل وسنتر الشكل كامل. سنتر الشكل هو سنتر البليت، سنتر البليت كم؟ هاي نص، صح؟ هاي كامل نص، فكم الارتفاع هذا؟ ربع. فقديش المسافة من هون لهون؟ إذا هاي المسافة كاملة 5.5، شيل منها ربع تكون 5.25، 5.25 تربيع. هيك طلعت الـ IX. طيب يلا بالنسبة للـ IY، المومنت بلف زي هيك، فأنا بدي أحكي الـ IY بتساوي هسا البليت سنترها على سنتر الواي، فبالتالي 2 في ايش؟ في نص في 11 تكعيب على 12. بس زائد ايش؟ زائد اي دي تربيع، او زائد اي دي تربيع الدي زيرو. ليش؟ انه سنتر الواي نفسه على سنتر الهاي. بس هسا بخصوص مين؟ السيات، السيات عندي سنتر السي هاي هون
وسنتر السي هون من المانيوال، فالمسافة هاي تعمل لي AD تربيع واللي هي راح تكون نفسها هاي، فأنا راح أحكي 2 area y للسي من المانيوال زائد إيش 2 area gross من المانيوال. الدي شو بتكون؟ السنتر كامل هو 5.5، تطرح منها السنترويد هذا 5.5 ناقص x bar اللي من المانيوال. تمام، فهيك بتمنى شغلة السنترويد شغلة المومنت اوف انرشيا للسكشن المركب انكم فهمتوها. تمام، نرجع لشابتر 5 نحل الاكزامبل اللي ظل. الاكزامبل اللي ظل كثير مهم، يعني ان شاء الله بخلص الشابتر بهذا المثال، والفيديو الجاي اذا ظل يعني شفنا الوضع مش مناسب بدنا حل امثله اكثر بنحل البروبلم. مثال اخير بقول احسب ال LRFD ديزاين لها حديد 50 والسكشن 14 90، بس لاحظ انه الكولوم مربوط بدعائم من هاي الجهة. يعني انا هذا هسه الباكلينك عندنا بشكل عام مش بكون هيك، راح تقول لي بس لاحظ انه هون الباكلينك مش راح يحدث هون مدعم، يعني هاي ما راح تنزل يمين ويسار وهاي برضه ما راح تنزل يمين ويسار، فالباكلينك بيكون بس هيك، وهذا باكلينك زي هيك وهذا باكلينك زي هيك، هيك شكل الباكلينك بيكون مثبت. فشو بصير عندي؟ صار عندي 3 باكلينك، باكلينك هون وباكلينك هون وباكلينك هون، فبعتبر الشكل زي كأنه بعتبر الشكل 3 كولومات، شكل كولوم زي هيك وكولوم زي هيك وكولوم زي هيك، فصار عندي 3 كولومات بين وبين، وعندي الثاني بين وبين، وعندي الثالث فيكست وبين. ركز على هاي الشغلة، هاي الكي إلها 1، هاي الكي إلها 1، وهي الكي إلها 0.8. تمام، فهاي أول شغلة نعتبرهم 3 كيات، نعتبرهم 3 كيات. ثاني شغلة هسا هذا مربوط من اليمين واليسار، بس لو هذا الشكل بدك تخيله 3D هسا مو ماشي W section، تخيله مربع، أنا تخيلك إياه مربع مشان أشرح لك الفكرة. هذا قلت لك إنه مثبت من هون، مثبت من هاي الجهة ومثبت من الجهة الثانية، مثبت من الجهة الثانية. لما أثرت عليه بلود وعملي لي باكلينك قلنا هذا رح يصير له باكلينك هيك هيك هيك، صح؟ رح تقول لي طيب هسه بس أنا لو ضغطته مش من هون يصير له باكلينك، رح تقول لي معناته عندي كمان باكلينك ثالث أو باكلينك رابع شكله زي هيك، بس من وين؟ من الجهة الثانية، يعني من يعني أو فعليا زي هيك جاي للورقة، للورقة يعني خارجة من الشاشة، خارجة من الشاشة. فهسه هون عندي أنا حكينا في عندي 3 كيات وكي جاي خارج من الشاشة، هذول كلهم اسمهم تقدر تقول Y، لو حكينا إنه هذا سكشن Y واللي لجوا X، ماشي، واللي لجوا X. فإيش عندي هسه أنا بحكي بدي أحكي في عندي أنا KX في LX وفي عندي KY في LY 1 كي واي ال واي 2 وكي واي في ال واي 3. شو هذا الحق؟ ليش 1 و 2 و 3 اللي هو 3 باكلينك؟ يلا كي 1 في ال 1 اكس ايش بتساوي؟ الكي فيكست بين وفيكست، هذا اللي خارج من الورقه باتجاه الاكس، لو حكينا انه هذا هو الواي سكشن، فكم بتكون عباره عن 0.8 ضرب 32 الطول الكلي. طيب كي 1 كي واي ال واي شو بدها تساوي؟ في عندي 1 في 10، والثاني برضه 1 في 10، والثالث بده يكون 0.8 في 12. راح اقول لك تمام، راح اقول لك تمام. ف قديش عندي القيم؟ عندي هاي القيمه 9.6، لا هاي عندي 10 قصدي، وهاي عندي القيمه 25.6، وعندي هاي القيمه 9.6، طبعا هاي 10. فمين اكبر؟ مين باخذ انا؟ مين اللي راح تكون جفر او كنترول؟ اكبر كي ال على الاكس اللي هي 25.6، لانه الارات كلها ثابته ار اكس وار واي، يعني ما راح يكون تاثير. ف ايش عملت هسه انا؟ بدي اطلع كي ال على ار للواي وكي ال على ار للاكس. للواي مين عندي للواي؟ عندي 10 10 و9.6، مين اخذ؟ خذ ال10 10 على ار واي،
ار واي كم من المانيوال؟ 3.7. طيب كي ال ار اكس كم هي؟ 25.6 على ار اكس اللي هي 6.14. طيب مين الاكبر؟ نزل من هون هذا الاشي اللي انا حكيته، طلعت عندي تطلع كي ال على ار، طبعا نساش نضرب 12، نسيت اضرب 12 اللي هي للتحويل هاي، طلعت معي كي ال على ار اكس هي الاكبر. لما طلعت معي كي ال على ار اكس اكبر ما بقدر استعمل تيبل 4.1 لانه احنا قلنا لازم الواي تكون تحكم، عشان هيك يا بستعمل المعادلات هسه يا بستعمل تيبل 4.22. هو استعمل تيبل 4.22 شو طلعت معه؟ طالع عمل انتربوليشن هسه 50.03 يمكن اعتبرها 50، فراح على 50 هاي تيبل 4.22 حديد 50 وهاي ال 50 مشى فطلعت مع 37.5 يعني 37.5 ضربها بالاريا كروسلس شكل طلعت مع 993. هسه بقول لك الفرع بي حلو باستعمال 4.1. طيب 4.1 انا كيف بدي احل 4.1 وانا عندي الكي ال اللي بتحكم الاكس، كي ال على ار هي الاكس. فايش قال لك اعمل شغله، قال لك انه احكي انه كي اكس الاكس على او خلينا نكتب هون كي ال الاكس على ار اكس بتساوي اشي مكافئ لكي واي الواي على ار واي. انا لما اروح على تيبل 4.1 ايش بستعمل؟ بستعمل كي ال. فانا هسه بدي احط بدل كي ال equivalent KL، يعني الاشي اللي بيساوي KL بس هو مش KL، اشي بيساوي KL وطبعا على الوايات. فايش هو قال لك؟ قال لك KL LX على RX بتساوي equivalent KL Y RY RY. فالequivalent KL Y LY بتساوي KX LX RY على RX اللي هي عملها زي هيك. فايش بتعمل هسا؟ صار في عندك قيمتين لك Y LY، صار عندك القيمة الأصلية اللي هي العشرة وعندك القيمة الثانية اللي هي الإكويفلنت، وباخذ الأكبر. يعني إذا عندي هاي الإكويفلنت طلعت من 20 وعندي هي بالأصل عشرة، باخذ بصمم الإكويفلنت بروح على التابل 4.1 باخذ العشرين. أما إذا طلعت أقل باخذ الأصل الأكبر اللي هي بصمم على عشرة وبحل. فهون حل طلع الكي واي على الواي طلعت معاه الأكبر إيش؟ 25.6 ايش اللي هي الأصلية او وينها هاي الأصلية؟ خلنا اشوف بس اشوف الإكويفلنت. اللي طلعت معاه الإكويفلنت هي الأكبر، طلعت معاه الإكويفلنت اللي هي 15.42. هاي طلعت الإكويفلنت معها 15.42 والأصلية 10. مين صمم على 15.42؟ راح هون عمل interpolation بين 15 و16 حسب السكشن اللي عندي، حسب السكشن اللي عندي W1490 طلعت معه 991. هاي 991 وهاي 993، فرق قريب فما في فرق. فالإشي اللي بدي أرجع أعيده بهذا المثال أحكي، لما يكون عندي مدعم من أكثر من جهة، عرفت انه عندي جهة خارجية اسمها 32 وجهة فيها 3 باكلينك. هسه ما يكون عندي زي هيك، يكون في عندي انا فعليا كي على الاكس وفي عندي كي على الواي. الكي على الاكس اللي هي تكون مثلا الكي على الاكس اللي هي مثلا الكلية، والكي على الواي اللي هي الجهة الثانية. طبعا هون المفروض اقول شو نوع السكشن، بس هاي الواي بتتفرع على ثلاث شغلات 1 و2 و3. ثاني شغلة نوع عندي كمان LX اللي هي الطول كامل والLY اللي هي الثري باكلينك. ثالث شغلة انه بس طلعتهم عادي بتاخذ الأكبر وبتصمم عليها، يعني بتطبق KL على R بتطلع مين أعلى KL على R وبتحل عليها. بس أصدق لك استعمل التابل بتطلع الإكويفلنت بطبق القانون هذا، أيوه هذا القانون، وبشوف مين أكبر عندي الإكويفلنت KLY على LY ولا الكي واي الواي الاصليه. اذا الاكويفالنت اعلى بتصمم على الاكويفالنت، اللي كانت اللي مش اكويفالنت اعلى بتصمم على المش اكويفالنت، بتصمم وبتخلص. ان شاء الله بعمل فيديو لحل امثله معينه، هون امثله مهمه اشوفها، كل امثله كثير مهمه. نفس السكشن نفس الطول مثلا، نفس السؤال بتغير السكشن والدعامه، وهاي السكشن مركبه مشان المومنت اوف انرشيا.
يعني صراحة إيش كثير حلو أمثلة الكتاب، إن شاء الله بحاول أحل الأشكال اللي أنا بشوفها مهمة، ويعطيكم ألف عافية. هيك انتهى الشابتر.